بناء أكبر مستشفى سرطان بالجزائر حلم كل حاضر هنا بالقاعة البيضاوية في تظاهرة رياضية فنية قدم لها العديد من مختلف ولايات الوطن. حلمهم الوحيد تجسيد مستشفى بالبوليدة متخصص في علاج سرطان الطفل. التظاهرة تبنتها جمعية البدر لمساعدة المرضى تحت شعار معا ضد السرطان. نديروا أولادنا اللي عندهم السرطان يعالجوا في مركز خاص ويكون شامل وكامل بكل الجوانب الاجتماعية البسيكولوجية. اليوم لتجسيد هذا المشروع الرائع لازم كلنا اليد في اليد، أسرة إعلامية، مجتمع مدني، مؤسسات الدولة وكذلك كل الشركات الوطنية والخاصة باش يكون هذا الحلم يتجسد ويتحقق في أرض الواقع. مختلف الأنشطة الرياضية على مدار 12 ساعة يشارك فيها شباب وأطفال ومدراء مؤسسات خاصة رافعين شعارا معا نبني المستشفى، موجهين نداءات لمساهمة الكل في تحقيق المشروع. وانا مادابيا نبلغ يعني ميساج لبلي الشركات الجزائرية والشركات الأجنبية راهم في الجزائر اللي قادرين اللي يدخلوا دراهم لازم يحكموا مبلغ ويعاونوا الجمعيات هذوما. سو رولي راهو دايرينو باش اون كونتريبيو بنوتر فوا ولا بنو كيلومتر اللي حنجروهم باش يبنوا لوبيتال ديدي الونكولوجي، وحنا نساندو هكذا وان شاء الله اليد في اليد ونقضوا على هذا المرض ان شاء الله. اليوم جينا باش نديروا لا كورس لو رولي كونتر لو كونسير باش نعاونوا لاسوسياسيون البدر باش تبني البرومي سونتر دونكولوجي بيدياتريك بور لي انفون. المستشفى سيوفر 60 سريرا للاطفال المرضى و40 سريرا لاوليائهم بكل التجهيزات العصريه. حلم ليس ببعيد المنال اذا ما تكاثفت الجهود لتحقيقه على ارض الواقع.